ثبت في السنة أن اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند تعداد أسماء بعض الملائكة. لا أعلم في هذا كان ثابتا. اسم ملك الموت إنما هو مشهور بين أهل العلم. جاء في بعض الآثار أنه اسمه عزرائيل، لكن لا أعلم في حديثه صحيحا كان اسمه عزرائيل، إنما جاء في آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة، إنما هو مشهور يسمى عزرائيل. نعم.